السلام عليكم. هنشوف النهاردة مع بعض ازاي نقدر نعمل تنظيف لأي صوت احنا مسجلينه ببرنامج اوديشن، وهنشوف اصلا ازاي نقدر نسجل الاول ببرنامج اوديشن، وازاي طبعا نقدر كمان بعد ما ننظف الصوت نبدأ نشيل منه الاجزاء اللي احنا مش عاوزينها، نشيل منه النويز، ازاي نبدأ ان احنا ناخد كوبي بيست من ملف لملف. وهنعمل ده من خلال مثال هنشتغله مع بعض. احنا اول حاجة لو عاوزين نسجل صوت على البرنامج نفسه بندوس على الريكورد، الزرار اللي احنا شايفينه ده، فبيبدأ على طول يقول لي نيو اوديو فايل. طبعا يا اما ادوس على الريكورد يا اما ابدأ من هنا كده اقول له برضو نيو اوديو فايل، تمام، فيحصل نفس برضو الايه الاكشن. لكن طبعا هنا هو هيعمل لي نيو اوديو فايل، هيحتاج لسه ان انا ادوس على ريكورد، لكن انا دوست على ريكورد هنا مباشرة هيعمل لي نيو اوديو فايل، وفي نفس الوقت يبدأ يسألني السامبل ريت بقى والشانلز والبيتدبس كام. خلينا دايما شغالين على 48000 هرتز كسامبل ريت، وشغالين على بيت ديبس ممكن نشتغل على 16 او 24 مفيش مشكلة خالص، ونشتغل ستيريو علشان يبقى عندي تو شانلز اشتغل من خلالهم لو عاوز بعد كده ارمي حاجات على السماعة اليمين وارمي حاجات على السماعة الشمال، حاجات مختلفة يعني، يبقى برضو عندي حرية. هنعمل تيست كده او هنعمل تجربة على جزء كده دوبلاج من فيلم الانيميشن الشهير يعني فايندنج نيمو. هكتب هنا مثلا كده نيمو، تمام، وهبدأ ان انا اسجل. طبعا واحنا بنسجل كنا عاملين حسابنا من الاول ان في عندنا سكريبت زي ما احنا شايفين اهو، في هنا مثلا ادي السكريبت بتاعنا بتاع الفيلم، هو عموما كان السكريبت معمول على الجزء ده من الفيلم، هو ده. أهلا أهلا أهلا، محدش يخاف، احنا بنطمن بس ان زميلتنا في جمعية حقوق الأسماك روحت بالسلامة. شكرا شباب. طيب نشوفك الاجتماع الجاي. اوعي تاكلي سمك يا دوري، ما تنسيش السمك صحاب مش طواجن. لو جينا بصينا هنا على المقطع ده حللناه كده شفنا فيه كام صوت عندنا، هنلاقي زي ما احنا شايفين كده ان في عندنا سمكة القرش رقم واحد اللي قالت الكلام ده، وبعدين في الحبار اللي هو طلع ساوند افكت معاه، وبعدين سمكة القرش الأولانية رجعت اتكلمت تاني، بعدين دخلت سمكة القرش التانية قالت حاجة، بعد كده سمكة دوري بدأت تتكلم، بعدين سمكة القرش الأولانية دخلت قالت برضو حاجة، وبعدين سمكة القرش التالتة اتكلمت لأول مرة، بعد كده سمكة القرش التانية رجعت تتكلم، بعد كده دول رجعت تتكلم. فطبعا كل حد هيسجل بيبدأ إن هو يسجل زي ما احنا شايفين كده بمجرد ما هكتب هنا. طبعا بقى لو ده أول حد هيسجل مثلا اللي هو خلينا نقول سمكة القرش مثلا الأولانية، مثلا هكتب شارك مثلا وان مثلا أو فيش أو أي يعني كان اسم الملف، يعني مجرد ما هقولي أوكي كده خلاص أنا أي حاجة بقولها بتتسجل زي ما احنا شايفين أهو، مجرد ما أنا بتكلم الصوت عندي بيتسجل جوه البرنامج. ولو بعد كده عملت تيست عليه هلاقيه متسجل. خلونا بقى نشوف، هقول له كده طبعا انا بقفل خلاص الصوت اهو، تمام. طبعا وانا شغال هنا عندي في اي وقت اقدر ان انا باداه التايم سيليكشن امسك جزء معين من الصوت واعمل له ديليت، اقدر الصوت نفسه اعليه، اعلي الويفا او اوطي الويفا، تمام. خلونا نختبر على طول على ملفات اللي احنا سجلناها بالفعل قبل كده. خلينا هنا كده نخش نشوف نفس الملفات اللي احنا كنا عملنا عليها تيست يعني في المحاضرة، تمام. هي كانت دي، نشوف مع بعض كده احنا كنا عملنا ايه، وادي الساوند افكت معانا، تمام. زي ما احنا شايفين هنا ده كان الساوند افكت اهو. طبعا هنا زي ما قلنا اقدر اعلي الويفا اوطي الويفا زي ما انا عاوز، اقدر امسك جزء معين واعلي الويفا بتاعته قوي مثلا الاقيها عاليه لوحدها، اقدر اخد مثلا هنا دي السمكه الثالثه اهي، اوعي تاكلي سمك يا دوري، ادي السمكة التانية اهي. بصوا هنا في عندنا ازاي دوشة وحاجات، طب انا مش عاوز كل ده او مش عايز اعمله ديليت،
طب هنا لو لاحظنا هنلاقي في الاجزاء الصمت دي، بصوا ده صمت لكن في صوت عندي صوت نويز. طب النويز دي بشيلها ازاي؟ بعمل سيلكت للجزء اللي فيه النويز ده واعمل كليك يمين واقول له ان انا عاوز اخد كابتشر من النويز برينت اللي موجود، كابتشر نويز برينت، بيقول لي خلاص ان هو اخدها، اقول له اوكي. وبعدين اخش بعد كده على افكتس، على نويز ريدكشن اند ريستوريشن هنا، وابدا ان انا اقول له هنا بقى ان انا عاوز اعمل نويز ريدكشن فعلا، وابدا اقول له سيلكت انتاير فايل عشان ياخد الفايل كله، واقول له ابلاي. هتلاحظوا ان هنا الجزء اللي كان عليه النويز ده اتشال خلاص. ما تنسيش السمك صحاب، الصوت بقى افضل كتير جدا طبعا. كل اللي هنعمله بقى هنا ان احنا هنبدا ناخد كوبي من التجارب اللي احنا عاوزينها. اخد مثلا هنا ده كوبي، واروح بقى في الملف الثاني وليكن هنا مثلا كده، وعامل بيست، فينزل لي الجزء اللي انا خدته من الملف هنا. وابدا بس احاول اخلي الويفز تبقى نفس الارتفاع، يعني لو دول عاليين مثلا ابدا ان انا برضو انزل فيهم عشان يبقوا قريبين من الارتفاع من الويفز التانية. احنا بنطمن بس ان زميلتنا في جامعه حقوق الاسماك راحت واحد بالسلام. تمام، اوعى تاكلي سمك يا دو. هتلاقوا ان الكلام اللي هنا بقى موجود في الملف ده، هجمع الحاجات كلها جوه ملف واحد واعمل لها سيف، واخد معاهم طبعا الساوند افكت، واركبه بقى في اي برنامج زي مثلا بريمير، اي برنامج مونتاج يعني لو انا عاوز ارجعه بقى تاني يركب على الفيديو. طب اسيف الملف ازاي؟ من فايل هنا كده بقول له سيف او سيف از، وابدا من هنا كده اسمي اسم الملف، واخش هنا في الفورمات اختار بقى انا عاوز ام بي 3 ولا عاوز ويف ولا عاوز اي نوع من انواع ملفات الصوت اللي احنا عارفينها، وبعدين بقول له اوكي، بيبدا ان هو يتسيف عندي بسهوله جدا.